على حساب الرجاء البيضاوي. قلت في الجولة الثالثة فالاتحاد طنجة فرصة هدف 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 لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. لم يكن أحد يتوقع هذا الهدف. وعيدت الكرة لحارس المرمى. هذه قدمت لفريق الدفاع الحسني الجديدي من حيث لا يدري. نتابع كيف جاء الهدف ديال التعادل. يعني كان يرجع الكرة يعني الكرة كانت سليمة من جانب اللاعب وتابعوا التمريرة من عرض الصمد المباركي حاول يسدد ويسجل الهدف لاعب فريق شباب الريف الحسيني عبد الكريم بن علية. مشات جانبا وتم استغلالها من رقم 6 المهدي مفضل. لكن هناك راية تشير بأن هناك تسلل ليسدد ويسجل الهدف اللاعب. مرة لن يضيع أن الإعادة أمام مرمى فارغة. يسدد الكرة بعيدا في صورة كاريكاتورية، في صورة أغضبت كثيرا خالد كرامة، في صورة لا تتكرر كثيرا في الملاعب الوطنية دو سانتوس البرازيلي. دو سانتوس لن يضيع أن الإعادة أمام مرمى فارغة. يسدد الكرة بعيدا. الثقة لمن؟ الثقة لمن؟ بمعمر والعسكري، بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب الثقة. والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا. نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي. هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2. هنا الإعادة، الكرة لعبت وعادت لقلب الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة. نعم غريبة. عادت المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش. 3-2 لفريق المغرب الفاسي. أغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية. أغرب كرة في الضربات الترجيحية. نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي. الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا. ضغط المباراة كم هو محدود. مع زهير العروبي فات الكرة. يجور وزهير. من سينجح ومن سيرضي من؟ تسدد الكرة ويصد الحارس زهير العروبي مرة ثانية بالراس. مرة ثانية بالراس وضربة جزاء ضايعة. تصد بشكل جيد للغاب زهير العروبي. ضربة جزاء ضايعة ونسوا التفوق. كرة صعبة. دقيقة رمية. دقيقة رمية من دقائق الجولة الثانية. ضاعت هنا وكانت تسجل في الطرف الآخر. كرة صعبة.